بسم الله الرحمن الرحيم. قصص للأطفال، عالم آخر. هاردوير بنت صغيرة عمرها 3 سنوات. هاردوير هو أيضا اسم الأجزاء المادية الملموسة للكمبيوتر، وأخوها سوفتوير عمره 6 سنوات. سوفتوير هو أيضا اسم كل ما يظهر على الشاشة من برامج. جزء واحد. عادت هاردوير من المدرسة، دخلت غرفة المعيشة تبحث عن أخوها سوفتوير فلم تجده، فذهبت إلى غرفة نومهما تبحث عنه فلم تجده، فذهبت إلى المطبخ فلم تجده، فاتجهت ناحية الحمام لتكمل البحث عنه، ثم توقفت فجأة. إنها تسمع صوته يأتي من غرفة نومهما. عجبا، لقد قامت بالبحث هناك مسبقا ولم يكن هناك. أسرعت ناحية الغرفة دخلتها لكنها لم تراه، وسمعت صوته يناديها يا هاردوير هاردوير، واتجهت ببصرها ناحية الصوت شاشة الكمبيوتر، فوجدت أخوها داخل شاشة الكمبيوتر. كيف دخل أخوها شاشة الكمبيوتر؟ ماذا تفعل؟ قالت هاردوير لأخيها سوفتوير، كيف دخلت إلى شاشة الكمبيوتر؟ فقال وضعت إصبعي على أيقونة الكمبيوتر، فغاص إصبعي داخل الشاشة، فأرجعت إصبعي للخلف خائفا، ثم تشجعت وأدخلت إصبعي ثم ذراعي، ثم عبرت كلي داخل الشاشة. فأسرعت هاردوير تدخل بكامل جسدها داخل الشاشة وهي تظنها لعبة أو فسحة، وسوفتوير يصرخ لا لا لا. بعد أن أصبحت هاردوير داخل الشاشة نظرت حولها وقالت مكان جميل، فقال سجن جميل.